يخرب بيت ولا 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 ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت فاكر نفسك في الغيط يا هبل؟ ايه اللي انت بترشه ده يا هبل؟ بص يا دولا، اصل في تمثال ان هو بيلم الناموس يا دولا. ده صوتك انت اللي بيلم ناموس يا هبل. يعني فكرك يا دولا ارش على لساني مثلا؟ لا، فكري تقطع لسانك وتريحني وتريح مصر كلها يا رمزي. برضك يا دولا انا شاكك ان التمثال ده ولا دولا هو اللي بيلم الناموس. بص عينيه عينيه كلها مكر. سيبك من مكر التماثيل ومن هبل الحمير وركز معايا، تعالى عايزك في موضوع. ماشي يا دولا، قول يا ابن عمي. قول يا عم انت كده، يعني ايه الحماس انا شايفه في عينيك اهو؟ قول لي بقى انت متحمس ليه كده على الصبح؟ متحمس يا ابو مخ مشوي. المهم يعني تعرف بودي جارد؟ لا يا دولا بصراحه يعني انا ما روحتش هناك يعني، بس عديت بقى على جربن ستي اللي هي جنبها دي. جربن ستك؟ جربن ستك دي يا هبل اللي في بلدكو. البودي جارد ده يعني حارس خاص، عارفه ولا تروح تسال ستك؟ ما تقول يا دولا حارس خاص من الصبح يا عم، غفير يعني. غفير بس اللي هو بيلبس بدله وكرافته بقى. اهم حاجه انه بيحرس الشخصيات الهامه في المجتمع. الله يا دولا الله، انا قريتك خلاص. هتجيب اتنين يحرسونا صح؟ لا يا رمزي، انت عايز عشماوي مش يحرسك عشان يخلصنا منك ويخلص مصر. دول انا مش فاهم حاجه بقى، انا اقول بحماري. ما تقول من الاول مش فاهم، انا فهمك. انا يا سيدي هبقى بودي جارد للفنانين. الله يا دولا، يعني هتنضرب مكان البطل في الفيلم؟ يدك كومبارس يالا، البودي جارد ده اللي بذكائي بقى احرسهم واحميهم. الله يا دولا، طب ما تاخدني معاك يا دولا احملك ظهرك. تحملي ده يا دي، انا داخل حرب يالا. المهم انا عايزك الفتره اللي جايه دي وانا مشغول كبودي جارد يعني، عايزك تهتم بالبازار، عايزه يمشي زي ما هو يعني، ما فيش شغل ولا حاجه. ها عينيا يا دولا، ولا يكون عندك اي فكره يا دولا. بص عايزك تحط في بطنك كده وانت تفاحه صيف بس. يا دولا ليه يعني طلب زغنطط كده؟ شكلك داخل على طامع، عايز زياده في المرتب ولا ايه؟ الله يا دولا الله، فهمتني اخيرا فهمتني. بص يا رمزي مفيش اي زياده، عموما انا لما اشتغل ان شاء الله وابقى بودي جارد قد الدنيا والفلوس تجري في ايدي، محضر لك مفاجاه هايله. ايه يا دولا هتعمل ايه يا دولا؟ هرفدك. مساء الخير، حضرتك هنا شركة بودي جارد العالمية؟ أنت شايف إيه؟ أنا شايف اليافطة، بس خايف إن اليافطة دي تكون فخ ولا حاجة. لا يا سيدي الدار أمان، اطمن، اتفضل استريح. طيب حضرتك ممكن بس تعرفني بنفسك في الأول كده؟ أنا مراد العشماوي والدلع مارد. يا سلام، وأنا عادل سعيد والدلع بروسلي. أي خدمة؟ حضرتك يعني أنا كنت قريت إعلان اللي أنتم منزلينه في الجورنال طالبين فيه بودي جاردات، وأنا شايف في نفسي صراحة الموهبة دي، قلت أجي أتقدم يعني. طيب يا سيدي اتفضل. دي استمارة تحط لي فيها كل بياناتك وتجيني بعد اسبوع عشان اللجنة تختبرك، وده كارت بتاع اخصائي تأهيل بودي جارد، تروح له هيدربك اسبوع تسمع كلامه مهما كان عشان تنجح في الاختبار. يا سلام، ربنا يخليك والله يا كابتن مرضي، يعني انت مسهل لي كل حاجة ما شاء الله. طب حضرتك يعني بس معلش يعني اقدر اخد فكرة عن طبيعة الشغل؟ احنا شركة متخصصة بودي جارد الفنانين. حضرتك فنانين زي مين يعني؟ احمد السقا طالب بودي جارد على وجه السرعة. احمد السقا طبعا عامل مشاكل كتيره جدا في كل افلامه، يقعد يضرب الابطال اللي معاه، فاكيد بيبقى فيه حساسيات في الشغل ده سهل يعني. واحمد رزق طالب اتنين. لازم احمد رزق يطلب اتنين طبعا، واحد يحرسه والتاني يحرسه بقى. وكمان احمد عز عايز واحد. احمد عز؟ ده اكيد احمد عز عايز حد يكون بيشيل حديد. حضرتك الاستاذ عكاشه فندم؟ انت مين ومين اللي بعتك ومين وراك؟ حضرتك ما عملش اي حاجه، حضرتك السلاح يطول بعد اذنك، نزل السلاح. الله يخرب بيتك يا مرد، الله يخرب بيتك. انت تعرف مرد؟ حضرتك لو مش عايزني اعرفه مش هعرفه، لو عايزني اعرفه هعرفه، لو مش عايزني اعرفه مش هعرفه هعرفه. يا ابني فصوره، تعرفه ولا ما تعرفوش؟ حضرتك اعرفه، وهو اللي بعتني عشان اتدرب عندك عشان عايز اشتغل بودي جارد حضرتك يعني. بودي جارد؟ ايوه حضرتك، وعندي اختبار بعد اسبوع ان شاء الله. وتفتكر اسبوع كفايه؟ حضرتك يعني انت لو تديني المراجعه النهائيه انا ممكن اعمل برشام يعني.
انت بتبرشم يالا؟ ايوه حضرتك، ده انا كنت اشهر واحد يعمل برشام في السنه، ولدرجه ان انا كنت عايز ادخل صيدله عشان ابيع برشام في الصيدليه بقى. انت جاي تهزر يا حبيبي بقى؟ ها لا حضرتك بلاش هزار، يعني انا تحت امرك اللي انت تامرني بيه، يعني انا اعمله على طول، المهم ان انا ابقى بودي جارد شاطر. وهتتحمل التدريب؟ حضرتك هتلاقيني عادل ابن شداد. وهتسمع الكلام وتنفذ الاوامر بالحرف؟ بالحرف الواحد، سيادتك امرني بس وهتلاقيني بنفذ على طول. وهتعشيني كل يوم؟ يا باشا اللي انت عايزه انا اعمله لك يا باشا، بس انا اسمع يعني ان في حكمه بتقول يا بخت من نام خفيف. لا ما بحبش الحكمه دي، انا بحب الحكمه اللي بتقول اطعم الفم تستحي العين. عشيني تلاقيني يا حبيبي. حاضر سيادتك، خلاص اللي تؤمر بيه انا تحت امرك. تحب نبتدي من امتى؟ من الصبح ان شاء الله، بس ما تنساش تجيب معاك كيلو رومي، كيلو جبنه، كيلو زيتون. طب حضرتك بالنسبه للزيتون تحب يكون كرامته؟ يا ترى انت فين يا عادل وايه اللي اخرك كده؟ الغايب حجته معاه ربنا يوفقه. يا اخوانا تفتكروا كده انه ممكن يكون اتقابل في الشغلانه دي؟ يا سلام، وما يتقبلش ليه بقى؟ ان شاء الله يا مامي، انا واثقه في مواهب عادل الفذه. لا انا عارفه ابني قدها وقدود. اما يا اخوانا لو قبل في الشغلانه دي هتحل لنا مشكلات كتير جدا. السلام عليكم. عليكم السلام. بيبي الحمد لله على السلامه يا بيبي، وحشتنا قوي وقلقتنا عليك. انتوا ايه اللي مسهركم لغايه دلوقتي؟ معقوله ده انتوا بتناموا من النجمه؟ ايه اللي سهركم يا حبيبي؟ ما نقدرش ننام من غير ما نطمن عليك. طمني يا بيبي، عملت ايه النهارده؟ عينيه بتقول انه نجح في الامتحانات وبقى بودي جارد قد كده. طمنا يا بيبي، انت اشتغلت؟ لا لسه ما اشتغلتش، بس النهارده اما رحت قدمت ودخلت المكتب بجد استقبلوني استقبال مبالغ فيه، لدرجه انا قلت ايه ده، معقوله يعني كل الناس دي مستنيه ان انا ابقى بودي جارد؟ الله الله الله، وعملت ايه تاني؟ طمنا. ما فيش يعني، عملوا لي شويه اختبارات وكده، وبعدين قالوا لي ان في اختبارات تانيه يعني، بس انا محتاج اسبوع تدريب. بعد التدريب هروح اعمل اختبار بسيط، وبعد كده ابقى بودي جارد المعظم الفنانين. قول 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 عشان خاطري مين الفنانين اللي هيكونوا معاك؟ قول. كتير يعني، مثلا عندك احمد السقا، وعندك احمد عز، وعندك احمد رزق، وعندك احمد راتب. يعني انا واخد توكيل احمد ان شاء الله. ايه رايكم؟ جميل جدا يا بيبي، انا مبسوطه جدا وسعيده جدا، وحاسه يا ربي اشكرك يا رب ان انا اخيرا بيبي جوزي حبيبي بقى هيركليس. ربنا يوفقك يا حبيبي. بس اهم حاجه يا جماعه، الاسبوع اللي جاي ده يعتبر نقطه فاصله في حياتي، عشان كده انا محتاج تركيز، فاحتاج في البيت يبقى فيه هدوء، مش عايز دوشه خالص، في اكل معين هاكله، في شرب معين هشربه، في نوم معين هنامه، محتاج عدد ساعات معينه انامها. هنزل الشغل ان شاء الله بعد اسبوع، وبعدين يا جماعه انا ممكن ابقى بودي جارد عادي، لكن انا بقى عايز ابقى بودي جارد مميز. امسك المسدس ده بالثقة. حضرتك انا واثق من نفسي، بس مش واثق في المسدس ده. يعني انت شايف النقطة اللي على الحيطة دي السودة؟ حضرتك ده انا شايف الحيطة بالعافية، فين النقطة السودة دي؟ ركز ونشن عليها يا اخي. اذا كنت مش شايفها حضرتك انشن عليها ازاي؟ طب ممكن حضرتك تحط لي صباعك عند النقطة وانا نشن على صباعك ارخص؟ نشن وانت ساكت يا اخي. حاضر. يلا اقتل نفسك. كمان ده انا حاسس ان انا بغرق كده. ما تغرق يا اخي، احنا هنأثر. حاضر. نشن. ايوه. انت شامم ريحه خطر. شامم ايه؟ حضرتك انا شامم ريحه السندوتش اللي معاك ده، وعينيا هتطلع على حته منه. عشم ابليس في الجنه. بقول لك ايه، الفقره اللي هنعملها بكره في المنزل لازم يكون معانا كومبارس، عشان يضرب، وعشان يضرب عايز له فلوس. حضرتك انا اعرف واد ممكن يعمل دور الكومبارس ده حضرتك وما ياخدش فلوس، ممكن بالعكس يدفع لنا فلوس. يدينا فلوس ويعشينا. ويعشينا سيادتك. ها بلاش نشن بقى. نشن. واحد اتنين. بيبي هو انا ليه حاسه ان انت مش بتعمل تمارين للبودي جاردز؟ يعني بتعمل تمارين عيال في كي جي 1؟ ها كي جي 1 ايه دي؟ اولا مش تمارين، ده عباره عن تسخين، وهستنى بعد كده الكابتن عكاشه هو اللي يجي مرني بقى على شغل البودي جاردز. ضرب نار يا ماما. ربنا يحرسك وينجيك من ضرب النار يا رب. يا ماما هو انا داخل احارب يا ماما؟ دي شغله البودي جارد دي شغلانه بسيطه جدا، يعني هتعلمها بسهوله. طب خد بقى يا بيبي اشرب العصير اللي انا عاملاهولك بايديا الاتنين دول عشان تبقى
شلايجن. يا سلام، برافو عليكي، انا فعلا كنت تعبت جدا من التسخين ده، وهو العصير ده جه في ميعاده. ابقي فكريني ازود لك مصروفك. طب وانت هتزودني ايه بقى؟ علشان انا كنت سبب ان انا قريت في الجرنان واديته لك عشان بقى لك يديك في وشك. عماتي عموما ليكي عليا، كل يوم يا ستي اجيب لك جرنان ان شاء الله. وبعدين يا نهار ابيض، خلاص كابتن عكاشه على وصوله، كومبارس الغبي ده لغايه دلوقتي لسه ما وصلش. كابتن عكاشه وصل. طبعا يا جماعه انتوا فهمتوا هتعملوا ايه بالظبط؟ ايوان دولا حبيبي. يا دولا افتح. عايز ايه؟ ايه دولا؟ انت ايه اللي جابك متاخر يا لا؟ انت مش بقالك ساعه مكلمني من التاكسي وقلت لي انا في الطريق؟ ايوه يا دولا، ما اصل سواق التاكسي يا دولا تعب فجاه كده، فقلت بقى اسوق مكانه، عملنا حادثه ولسه راجع من الدفنه دلوقتي. يخرب بيتك يا دولا، كلنا لها يا عم. المهم بقى قول لي ايه المفاجاه دولا بلبس البحر ده؟ لبس البحر؟ خش خش على مفتاح الكابتن، خش. ماشي ماشي. السلام عليكم، ازيكم يا رجاله؟ رجاله عينك. أكيد دي مراتك. أكيد ده كومبارس. إيه ده الكابتن اللي عنده برد ده؟ الله ينور عليك يا كابتن، ما شاء الله حضرتك عندك صورة بديعة مرعبة يعني حضرتك، يعني فعلا دي عيلتي كلها، مراتي وأمي وحماتي، وده ابن عمي، وفي نفس الوقت هو الكومبارس. نفذت التدريب كويس؟ طبعا طبعا، التدريب كله تمام، وحضرتك من امبارح عمال بتدرب لدرجة إن أنا ميت من تعبان جدا. نبدأ التدريب العملي؟ كومبارس تعالى. انا بعد اذن حضرتك، انا فاهمه عشان ده غبي لوحده يعني ما بيفهمش. بص يلا رمزي، كابتن عكاشه هو اللي هيدربنا دلوقتي، انا هشتغل بودي جارد اللي هو غفير، وانت زي ما هو يقول لك انت تنفذ بالظبط، ما تعملش اي حاجه مخالفه، فاهم؟ ماشي. دول يعني انا كومبارس؟ ايوه. هنعتبر مدام رانيا ممثله مشهوره وانت البودي جارد بتاعها، والمجنون بيحب رانيا، وهي طالعه من السينما هيحاول يخطفها، المفروض انت هتتصرف ازاي؟ يلا وروني. ما تقلقش يا كابتن، والله لان انا منذ نعوم الزوافيري وانا موهوبه جدا في التمثيل وخارقه ومميزه، موهبه فزه. طبعا يا شيري، انت طالعه زي الماما. موهبه فزه. طيب يا جماعه، مفيش سكينه سنجه مطو عشان الخطف يعني؟ ده كويس. سنجتي وسكينتي، انت داخل تقتلها، انت تخطفها، بس اسمع كلام الكابتن وانت ساكت. حاضر يا دول. بس استعدوا. 3 2 1 اكشن. يا نجمه استني، ما تتحركيش يا نجمه غير لما انا جاهز واقول لك اتحركي. انت عارفه حركاتي كلها مرصوده. اتفضلي 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 اتحركي. يا واد يا نجمه اتفضلي. يا واد يا واد يا واد يا واد يا واد. الحق النجمه بتتخطف. يا واد النجمه بتتخطف بسرعه. الحقها بتتخطف. ما تقلقيش ما تقلقيش. يا دول انت بتضرب بجد؟ يا دول بضرب بجد، انا ما بهزرش في الشغل. اديله اضربه اضربه في وشه. يا دول يا دول كسر وشه، ده كومبارس. عايز دم دم دم. عايز دم؟ وانت عايز ايه؟ انا عايز كوكتيل يا دول. وانا عايز زبادي خلاط. انا هزر. اديله في وشه. يا دول يا دول يا دول يا دول. سيبه. انا كده اطمنت عليك. يعني يا حضرتك رايك يعني ان انا ان شاء الله بكره هنجح في الاختبار بتاع البودي جارد ده؟ طبعا هتنجح، مش انا اللي مدربك، بس عايز جعان، عايز اكل لقمه كده وبعدين نكمل. معلش. قوي قوي تاكل حالا يا كابتن، تاكل يا رمزي. لا يا دولا بقى مش هاكل عشان انتوا كده عمالين تضربوني بقى. تعال خد قاعده. تعال تعال تعال. انت بتبرتم ولا ايه؟ لا يا دولا، لا انت لو كنت فاكرني ضعيف انا بقيت قوي. يلا انا بقيت بودي جارد. يلا ماشي. وانت كومبارس يلا، عارف يعني ايه كومبارس؟ يلا ايوه 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 ايوه. ما تقلع السور ده شويه يا كابتن. وانت ليه ايدك جنب السور؟ ممكن يقع عليك يبهدلك. يقع عليا ليه يعني؟ هو انت مش عامل له قرار ازاله ولا مثلا قرار تنكيس؟ عيب يا جماعه، احنا زمان نتحمل بعض. نتحمل بعض حضرتك، مش نموت بعض، مش بالشكل ده يعني. اوكي يا مان، انا روكي. وانا سعدون. امال فين فيكوا رامبو يعني حضرتك؟ معاكوا عادل سعيد الشهير ببروسلي. بروسلي حته واحده؟ ده انت من زمان بقى. لا انا من زومن. دي لجنه الاختبار، الاستاذ عتريس والاستاذ مرسي.
اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، احنا جاهزين للاختبار. اهلا وسهلا يا اساتذه. مع حضراتكم يعني عادل سعيد الشهير ببروسلي. لا قول لي عادل، انت اشتغلت بودي جارد قبل كده؟ حضرتك انا اتعرض عليا كتير ان انا اشتغل بودي جارد، بس الصراحه انا ما كنتش فاضي خالص يعني. يا بروسلي يا تقيل، وانت ايه موهبتك بالظبط؟ حضرتك تقدر تقول ان انا اقدر اشم الخطر على بعد 3 كيلو متر، يعني حضرتك تعتبرني شمام كبير. الا قول لي، لو انت بتحرس واحد وعايز تحسسه بالامان هتعمل ايه؟ احسن حاجه للانسان ان هو يحس بالامان حضرتك ان هو يبقى في بيته. احسن حاجه الواحد يحس بيها بيته يا باشا. طب لو نجم اتلم عليه جمهوره فجاه هتتعامل معاهم ازاي في الوقت ده؟ حضرتك اقوم داخل على الجمهور بتاع النجم ده واقوم سكعهم قنبله مسيله للدموع. خليها مسيله دموع الفرحه بقى. انتوا شكلكوا لبط وشكلكوا كده، هقلب لكوا على الوش التاني. اقلب بس اوعى تسيفه وحياتك. ده انا بقى بشكل كده هسففكوا التراب. طب خدوا هديه مني دي. هديتك مقبوله. امال فين بتشم ريحه الخطر على بعد 3 كيلو؟ حضرتك انا قلت بشمه على بعد 3 كيلو مش 3 سم حضرتك. طب نزلوه نزلوه خلوه يروح. ماشي، عموما انا النمره بتاعتي مع مرد، يعني لو حضرتكم عايزين مني اي حاجه انا تحت امركم يعني. السلام عليكم. امسك مني الكتابات ده من على تليفونك، وانت يا ابني شوف لك شغلانه تانيه. حاضر سيادتك، انا خلاص لقيت شغلانه تانيه، هشتغل نجار كراسي بلاستيك باذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دول ايه ده؟ ايه اللي انت بتخبيه ورا ظهرك ده يا رمزي؟ لا مفيش حاجة دول والله، مفيش حاجة. مفيش حاجة ايه؟ ما انا شفت يالا اللي في ايدك التانية. لا دي مفيش اهو. يالا الجواب اللي في ايدك ده جواب ايه ده يا؟ ما تحرجنيش بقى دولة بقى. يالا بتبع جوابات غربية يا ده رمزي. لا يا دولة استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني هو فيها ايه يعني؟ هو غلط ان انت تحب يعني؟ جواب ايه ده؟ لا يا دولة هو غلط لو انا يعني حبيته ما قلتلكش، انت أول واحد تعرف يا دولة. امال ايه يعني الجواب اللي في ايدك ده يا دولا؟ يعني الجواب ده يا سيدي بتاع اللي هو المسابقات بتوع اليومين دولت كده، فانا بحل وببعت يعني. مسابقات؟ بتبعت لمسابقات ايه ده رمزي؟ ده من زمان قوي قوي يا دولا، ده من ايام بمبم. ومن ايامها بقى ما كسبتش لغايه دلوقتي؟ تخيل يا دولا، مش عارف انا ايه الانتهاض اللي بينتهضوا لي ده اهو. طيب ومين اللي بيحل لك بقى المسابقات دي يا رمزي؟ طبعا انا يا دولا. ما بتستعينش باي حد يعني خالص؟ وعشان كده ولا مره كسبت. طب ونفسك يعني تكسب كام يعني يا رمزي؟ مليون جنيه. مليون جنيه؟ طب ولو كسبت المليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ شوف بقى يا سيدي، اول حاجه هعملها ان شاء الله هقوم شاري بازار زي البازار بتاعك ده بالظبط. بازار زي البازار بتاعي؟ وايه كمان؟ واشتري كمان يا دولا بيت زي البيت بتاعك بالظبط، عشان بقى بطل نوم البازار ده اهو. وكمان بيت زي بيتي. وايه كمان؟ وعربيه، عربيه تكون شبه عربيتك وزي عربيتك دي بالظبط بالظبط يا دولا. ومش عايز بقى ام زي امي ولا حما زي حماتي بالظبط برضو؟ لا يا دولا، هي المليون جنيه يعني هتكفي ايه ولا ايه ولا ايه يا عم؟ رمزي روح على المخزن نظفها. رمزي شوف شغلك يا ابني. ليه دول ما شوف شغلك يا رمزي. حاضر يا دول. بتعمل ايه يا دودي؟ زي ما انت شايفه يعني هكون بعمل ايه؟ اصل انت مش عادتك يعني تقرا الجنون قبل ما تنام. بشوف يا ست الاعلانات بتاعت المسابقات. الا قولي لي يا رانيا، انت لو كسبتي مسابقه مثلا وفزت بمليون جنيه تعملي ايه؟ مليون جنيه ايه ده؟ انا لو اشتريت شويه مكياجات على شويه ملابس على شويه جزم كده المليون جنيه هتخلص عادي يعني. يا درجات الحاجات غليت. طب ما تقولي لي يا ماما زود لك المصروف. ايوه بس انت بتسال ايه بيبي؟ مفيش، اصل الواد رمزي مقدم يعني عشان يخش مسابقه ونفسه يكسب مليون جنيه، بس الغريب بقى هو بيفكر ازاي وبيحلم بايه؟ ايه؟ بيحلم يا ستي انه يشتري البازار بتاعي. البازار بتاعك؟ اخص عليه الواد رمزي ده على فكره بقى، ده عنده تطلعات مستقبليه تصاعديه، راس ماليه، وعنده رؤى مستقبليه كادحه، ولعلمك انا قلقانه منه. ما انا كمان برضو قلقان منه، بس هنعمل ايه بقى؟ يلا تصبح على خير. تصبح على خير. بونوي. على اونا على دو على تري، نبدا المزاد. 100,000 جنيه، مين يزود
100,000 جنيه، مين يزود؟ 100,000 جنيه ايه؟ 100,000 جنيه ايه حضرتك يعني؟ محل في منطقة زي كده يساوي 100,000 جنيه، ليه حرام؟ خلينا نشوف شغلنا يا أستاذ عادل، وبعدين اسكت أنت، حاضر، منك لله يا رمزي، منك لله، يا نهار أبيض، يوم زي كده ويسيبني، ماشي يا رمزي ماشي. 100,000 جنيه، مين يزود؟ 100,000 جنيه، مين يزود؟ 110,000. 110 ايه يا جماعة؟ ما ينفعش كده 110، احنا عايزين المزاد يشعل يولع كده، ما ينفعش. 130,000 جنيه. 130,000 جنيه. 130,000 جنيه، مين يزود؟ عليا ب 140,000 جنيه. 140,000 جنيه. 140,000 جنيه، مين يزود؟ 250,000 جنيه فقط لا غير. انت كنت فين وجبت الفلوس دي منين؟ 250,000 جنيه، مين يزود؟ انا هنا، انا تري، انا ترو. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. اسم حضرتك ايه يا استاذ؟ رمزي. الاستاذ رمزي. لا يمكن، اللي بيحصل ده مش مظبوط، في حاجه غلط. يا نهار اسود، ايه ده؟ رمزي يشتري البازار ازاي؟ ازاي؟ وبعدين يا استاذ عادل، قلت لك اسكت انت، وبعدين اقعد. سيبوه. اقعد. مبروك يا استاذ، يبقى تعدى علينا عشان تاخد صوره العقد بتاعك. ماشي، اتفضل يا استاذ. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. ما تنساش بقى سعادتك الحلاوه بقى يا استاذ. خلاص الحلاوة. خلاص سمعت، خلاص اتفضل، ورش على التجار الخسرانين دولت. يلا، مشكرين قوي يا سعاده الباشا، مشكرين قوي. الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. يلا، مأجرين بدل تجار خايبه. يلا. يا رمزي، رمزي، هو انت جبت الفلوس دي منين يا رمزي؟ اخيرا يا دوله، اخيرا الحمد لله كسبت اليانصيب. كسبت ازاي؟ كسبت ازاي يا عم؟ ربنا بيسبب الاسباب، انت هتنق عليا؟ لا انا مش مصدق اللي بيحصل ده، انا اكيد بحلم. اوعى تصحى من الحلم ده، الحلم ده جميل قوي يا دوله. لا مدام حلم، خلاص براحتك، مبروك عليك البازار، سلام عليكم. تعالى، رايح فين؟ هروح بقى. هتروح فين يا دوله؟ انت نسيت ان انا اشتريت كمان البيت بتاعك والعربيه بتاعتك مع البازار، يعني كل حاجه بقت بتاعتي، هتروح فين دلوقتي؟ يعني قصدك ايه؟ بص يا دوله، انا مش قصدي حاجه، يعني انا لا يمكن انسى فضلك عليا، يعني البيت بيتك يا عم، والبازار محفوظ شغلك فيه. يعني ايه؟ انا هشتغل عندك في البازار؟ امال يعني هسيبك عواطلي كده اهو، تاخد من اللي يسوى واللي ما يسواش؟ هتبقى معايا يا عم، بس في مشكله كده. يعني مشكله ايه؟ انتوا دلوقتي وضعكم معايا في البيت يعني مش ظريف. يعني قصدك ايه؟ احنا لازما نبقى اهل. ايوه، قصدك ايه؟ اتجوز سناء اختك. سناء؟ قصدك ايه؟ اتجوزها، يعني ابقى جوزها في البيت. لا، تتجوز سناء اختي؟ لا انا مش موافق طبعا، مش موافق، مش موافق. مش موافق ليه يعني؟ ايه يا دوله، وانا ناقصني ايه يعني؟ وبعدين يعني انا بقيت غني، وما تنساش ان انا اشتريت كل الكمبيالات اللي عليك من التجار. لا 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 لا، مهما يكون انا مش هوافق ابدا ان انا ادي سناء ليك. لا لا، اجوزها لواحد رمزي؟ واحد رمزي ازاي؟ انا مش موافق ابدا. مش موافق ليه يا دوله؟ بقول لك ايه، فكر في امك، فكر في مراتك رانيا، فكر في سناء، فكر في ياسمين بنتك. ياسمين بنتك لما هتروح مدرستها البنات زمايلها هيشاوروا عليها ويقولوا بنت السجينه اهي، بنت السجينه اهي، بنت السجينه، بنت السجينه اهي. ايه ده؟ انت ايه اللي منيمك هنا؟ ما انا اصلي ها لقيت جوه في الاوضه، يعني الشنط بتاعتك ماليه الاوضه، فعشان كده يعني قلت اسيب لكم الاوضه النهارده كمان عشان تتجوزوا يعني براحتكم. لا 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 يا عادل، ده ما يصحش خالص، يعني المنظر كده الناس هيقولوا علينا ايه؟ يلا ادخل نام في المطبخ انت ومراتك. يلا المطبخ؟ لا يا عادل، المطبخ؟ لا يا عادل، لا يا عادل يا جماعه، المطبخ حر جدا جدا، وانا بتخنق من الحر، واعصابي ما بتستحملش مطبخ. لا حرام عليكم. نعم يا حبيبتي، المطبخ ارتفعت درجة حرارته من عمايلك السودة فيه. ايه ده يا بابا، هما مين دول؟ ايه ده، مش عارفاهم ولا ايه يا حبيبتي؟ ده عم رمزي وعمته سناء. طب هما عاملين كده ليه؟ يعني هما لسه جايين من حفلة؟ لا يا حبيبتي، هما اتجوزوا. مبروك يا عمته، مبروك يا عم. الله يبارك فيك يا حبيبة قلبي. عقبالك يا ياسمين. ان شاء الله عقبال كده، اول ما نخلف بنوتة أمورة زيك يا ياسمينة. لا، ما حدش لي دعوة بياسمين، دي بنتي. ايه ده؟ هياخدوا بنتي مني يا عادل؟ لا يا عادل، لا، عزيمه بنتي، حرام عليكم. ايه التخريف اللي انتوا بتخرجوا
تصرفوه ده؟ احنا هنجيب عيال زي القمر. عيال وزي القمر؟ ده منين بقى ان شاء الله هيبقوا شبه مين ان شاء الله؟ هيطلعوا لي انا طبعا. قصدي لمراتي حبيبتي الاموره دي. ايوه كده اعدل. يا سلام بقى لو ياخدوا من سناء قوتها وجبروتها وياخدوا من رمزي ذكائه الحاد. مرسين يا عادل. مرسين الله يرحم عصير البرسين. التاريه يا اخويا التاريه. بقول لك ايه، نومك في الصاله ده وضع مؤقت، بعد كده تنقل الاقامه في المطبخ. انت مشوه منظر الصاله. معقوله يعني؟ معقوله يا سناء؟ يعني يهون عليك اخوكي. خلاص ضغط لي على الوتر الحساس، سيبهم النهارده نايمين في الصاله. خلاص يا حبيبتي، احنا علشان الوتر الحساس نسيبهم في الصاله وبعدين يبقوا يروحوا بقى في الانتريه مع الحمام في المطبخ. يلا بينا. يلا يا حبيبتي. ايه ده رايح فين؟ تعالى هنا. الباب اهو مش اهو. نظف كويس. حاضر يا رمزي. مش عايز حته ترابايه. وما تقوليش حاضر. ماشي لو سمحت. والله ايوه. اهلا وسهلا، مساء الخير. انا كنت عايز ورقه باردي مكتوب عليها برديات العشاق. برديات العشاق. سبحان الله يا عم، روح بقى هتلاقي البرديات العشاق دي انا في محل الدباديب اللي على اول الشارع يا حبيبي. ثانيه واحده بعد اذن حضرتك. ليه يا رمزي بيه؟ ايه اللي ليه هو مش سامع؟ مش عارف ان هنا هو المحل بازار. ايوه سيبنا نتصرف بعد اذنك يا استاذ زياد. يا رمزي سهلا. حضرتك طلبك موجود عندي. اهلا وسهلا. ثانك يو. حضرتك دي برديه كان بعتها ايزيس لاوزوريس، كان في عيد الام يعني. اوه انا ايز دي بكام؟ دي حضرتك ب 100 جنيه بس. 100 باون. ايوه يا فندم. بس تو ماتش. لا مش تو ماتش ولا حاجه. شوف حضرتك الحبر بكام واوزوريس ده دفع قد ايه. اوف كورس تو ماتش. لا اوكي يو ار نايس مان، اي ويل جيف يو. شكرا. هندر باون. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. مع الف سلامه. جود نايت. جود نايت. باي باي. شكله اجنبي. شفت بقى سيرك اتصرفت ازاي؟ دول اتصرفت حلو قوي. انت طمعان فيا ولا ايه؟ انت ناسي ان البازار ده هون كله بتاعنا؟ ها يلا بقى، يلا روح نظف المخزن اجي وهات لي الكوكتيل اللي هناك ده عشان انا ايدي وجعاني. يلا بسرعه. اتفضل يا رمزي. نظف المخزن كويس. ها حاضر. وبعد ما تنظف المخزن تعالى نظف المخزن. حاضر يلا. حاضر. ما توقعش حاجة. ايه ده؟ ولا عادي؟ ايه الصوت ده يالا؟ ده مفيش حاجة يا رمزي بيه. مفيش حاجة ايه؟ وريني كده اللي في ايدك دي. ولا حاجة. اللي في ايدك التانية يا عادل. ايه ولا حاجة. صح، غريبة دولة، بس الصوت ده وانا عارفه كويس، ده صوت تمثال الكسر صح؟ بصراحة تمثال الكسر فعلا. ايه ده دولة عملتها ازاي دي؟ حلوة قوي، وحشني صوت التماثيل دي والله يا دولة. يعني فاكر انت يا رمزي لما انت كنت بتكسر التماثيل؟ فاكر؟ فاكر يا دولة، وفاكر كمان بقى حاجات كده جنبها. دولة تمن التمثال ده اخصمه من مرتبك يا عادل. ليه؟ طب يا رمزي بيه، ما انت ياما كسرت، انا عمري خصمت منك حاجة؟ الصراحة لا. طيب خلاص، انا مرتبة هيكفي ايه ولا هيكفي ايه يعني؟ انا ماليش دعوة، انا ولا عايزني اوصل للي انت وصلت له ده بالبيجامة والبتاع. حاضر ماشي يا رمزي بيه. ماشي 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 ماشي. خد هنا. انت بتقول ايه؟ بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش. بتبرطم بتقول ايه يا عادل يا سعيد؟ قلت ماشي ماشي ماشي. بحسب. بتحسب ايه؟ ما واضحة. ماشي ماشي ماشي. السلام عليكم. يلا بسرعة تعالوا، الأكل جه. عادل مش كل يوم بقى فول وطعمية يا عادل؟ طب ما الفول بالطعمية والطعمية من الفول يا عادل، مفيش مرة عجب الشكشوكة وبابا غنوك؟ شكشوكة ايه يا رانيا؟ مش تحمدوا ربنا ان انا جايب لكم الاكل ده؟ دي مقدرتي يا ماما. وبعدين ما تنسيش يعني ان انا من 3 ايام ما اكلكم خضار. خضار؟ ده طبيخ قرديحي من غير لحمة يا ابني. لحمة؟ لحمة ايه يا ماما؟ لا 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 لا، لحمة ايه؟ الحمد لله ده كده حلوة قوي. بابا ماليش دعوة، انا عايزة لحمة. بكرة بابا ان شاء الله يجيب لك لحمة عشان انت بنته حبيبته.
ايه يا ماما؟ ماما ما تفتحيش عين البنت على الكلام الفارغ ده، انت عارفه جرام اللحمه بقى بكام دلوقتي؟ كلام فارغ ايه يا ابن الحلال؟ انت حارمنا من اقل احتياجاتنا الانسانيه المتدهوره. اقل احتياجاتكم ايه؟ استنوا بس، استنوا استنوا استنوا. ايه؟ انا شامم ريحه حاجه غريبه جدا. دختك اختك جوزها جايب لها حمام كباب كفته وكل انواع اللحوم اللي في الدنيا، عمالين يطفحوا من الصبح في الاوضه. قاعدين حمام وكباب وقاعدين بيطفحوا؟ طب انتوا ما طفحتوش معاهم ليه؟ الا ما حد عبرنا. ده انا امها اللي حملتها وهنا على وهن، ما عبرتنيش بحته لحمه ولا عضمايه، ناس رمم. بابا ايه؟ بابا حرام عليك، عايزه لحمه. خلاص يا ياسمين يا حبيبتي، انا هاجي على نفسي وانا هتصرف، انا هجيب لك لحمه ما تقلقيش. جرس؟ ده حافظ مش فاهم. مين؟ 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 ما انا هو انا نفسي هو اللي بخبط يعني. عايز ايه؟ عايز ايه يا دول؟ عايز ايه؟ يعني كنت عايز بس لو حته لحمه صغيره، مش عشاني، عشان ياسمين يعني. رمزي اقفل الباب يا رمزي. رمزي 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 يا ولاد اللذين. ماما يا حبيبتي اتفضلي الساندويتش الجميل ده علشان ربنا يخليكي ليا يا سناء. ده انا بقالي يومين هفتانه وبهبهب على حته لحمه. اجيبي حته يا حبيبتي. لا امشي بالهنا والشفا لوحدك يا ماما. ربنا يسامحك يا سناء، ربنا يسامحك. عمو رمزي حضرتك ما اديتنيش المصروف النهارده. يا خبر ابيض، اخس عليا. لا انا اسف يا ياسمين يا حبيبه قلبي، انا اقدر كده برضو تنسى. معلش يا نونو، خدي يا ست المية جنيه دل همت، خديهم همت، يعني صرفي نفسك بيهم، خدي همت كلهم اهو، صرفي نفسك بيهم لغايه لما ارجع يا ياسمينة. ايه ده يا بنت؟ ايه ده يا بنت؟ انت بتاخدي المصروف من عمو رمزي ولا ايه؟ اصل حضرتك منعت عني المصروف. انا منعت عنك المصروف عشان في ظروف يعني. طيب يا بابا عقبال مصروفتي تخلص هاخد من عمو رمزي. وتاخدي من عمو رمزي يعني مصروف 100 جنيه؟ ميات ميات ميات. معقولة يعني؟ معقولة ايه كتير قوي الفلوس دي على البنت يعني؟ اللهم صل على النبي. انت مالك يا عم؟ خلي البنت تتبسط يا عم. انت تتبسط بكم الميات اللي انت بتدفعها لها دي؟ لا لا يعني كتير. وبعدين يعني تبسط البنت وتديها الفلوس دي كلها وتقعد تخصم مني؟ ده انا يعني دولة بتاع زمان. انت نسيت ولا ايه يا استاذ ياد يا رمزي؟ شفت نقول له باسلوب الشحاته ده يعني كل يوم باسلوب شحاته. الحاح مش عارف. مش هبقى اشوفك يا سيدي بعدين، هبقى اشوفك. وانتوا بقى ان شاء الله متشيكين كده ورايحين على فين؟ ابدا يا رانيا، اصلي نقنق حبيبتي يعني اتخنقت من البيت شويه ومن اللي في البيت يعني حبتين، فقلت يعني اخرجها شويه بالعربيه اللي انا اشتريتها من عادل. والله دي فكره كويسه قوي. طب ما تاخدونا معاكم نشم شويه هوا. والله دي فكره حلوه قوي. تعالى يا عادل، تعالى معايا. اجي معاك بجد؟ تعالى. تعالى فين؟ تاخده معاك فين؟ ياخدك فين؟ بيقول لك انا ومراتي هشممها شويه هوا، مش شممها شويه زفت. خليك حسيس يا اخي وسيبنا على انفراد. وفيها ايه يعني يا سناء لما نخرج معاك ونشم شويه هوا؟ ما انت ياما خرجت انت ومراتك وسبتوني في البيت اخلي لوحدي. يا سلام يا سناء، انا ما كنتش اعرف ابدا ان انت قلبك اسود قوي كده. قلبي كان مزرع وانت اللي صحرته، قلبي كان ابيض وانت اللي سودته بعمايلك السودا يا عادل. يلا بينا يا رموستي. احبك يا قاسي وانت قاسي. انت شفت حاجه لسه؟ ماشي يا سناء، ماشي يا سناء، انت ورمزي ماشي. بابا هو انت مش كنت وعدتني تجيب لي جزمه للمدرسه بدل اللي اتقطعت؟ ايه يا ياسمين يا حبيبتي، اول ما يجيني فلوس ان شاء الله هجيب لك جزمه جديده. طب ما انت يعني قلت لي كده مليون مره. اعمل لك ايه يعني يا ياسمين؟ لما يجيني فلوس هجيب لك جزمه. اعمل لك ايه؟ هو انت ليه مش زي عمو رمزي؟ عمو رمزي عمره في حياته ما قال لي لما يجي لي فلوس. ايه ده يا ياسمين؟ هقارنيني انا بعمو رمزي؟ عمو رمزي ده غبي غبي. ليه يعني؟ هو عمو رمزي فلوسه ضاعت منه؟ قصدك ايه يا ياسمين؟ العربية اللي كانت بتاعتك دي متعبة قوي. رمزي اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة يا ولي نعمتي. لا لا يا دولة ما تقولش كده يا عم، انا ربنا جعلني سبب علشان اللي زيك يقدروا ياكلوا عيش في الدنيا دي.
احلى هديه لاحلى نقنق في الدنيا. يا ليه مكلف نفسك يا حياتي؟ ده الدولاب فوق بعضه مرصوص مرصوص كوام كوام هدوم وجزم، مش لاقيه مكان احط قدم رجلي. يا حبيبتي البسي وتهني، وعندنا بدل الاوضه تلات اوض يا حبيبه قلبي، نبقى نخزن في اي اوضه منهم. ميرسي. بالعفو يا حبيبه قلبي. ياسمينة اتفضلي يا حبيبتي، الجزمه بتاعتك عشان تروحي بيها المدرسه فريره. ميرسي ميرسي. وهديتك يا رانيا هانم. انا رانيا وهانم؟ ربنا يخليك يا رمزي، ربنا يخليك ويبارك فيك ويعرفك يا رب يا اخويا يا رب يا رب. يا رمرم، امال فين هديه حماتك؟ طبعا ما اقدرش انساكي ام حبيبتي واحلى مرات عم في الدنيا. اتفضلي يا ست الكل. متشكره قوي يا حبيبي. وديا بقى الخالته ام رانيا ونوع ونوجع علشان لما يجوا بقى بالسلام. طيب وانا هديتي فين بقى ياض يا رمزي؟ يلا يا بيه. هديت ايه؟ هديت ايه عادل؟ انت مش كفايه التكاليف اللي انت مكلفاني في البازار وهنا في الشقه والعربيه الخربانه بتاعتك دي؟ عايز هديه كمان؟ بص بص النرفزه. ما تعصبش. اعملي لي كوكتيل، اعملي لي كوكتيل. هيا يا ياسمينة حبيبتي، الجزمه عجبتك؟ حلوه قوي حلوه قوي. ميرسي يا بابا، ربنا يخليك ليا. العفو يا حبيبتي. مش انت مش انت. بالعفو يا حبيبه قلبي. ايه ده؟ بابا مين؟ بابا. بابا مين يا بنت انت؟ بابا ده، بابا ده. بابا ده؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ دي بنت انا، انت كمان بنت عايز تاخدها مني؟ لا 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 لا، لا. انا اكيد بحلم. فوقيني فوقيني يا رانيا، اضربيني بالقلم اضربيني بالقلم. لا لسه واقف لسه واقف، اضربيني اكتر اضربيني اكتر. عادل مالك يا حبيبي؟ عادل ايه اللي جرى؟ حلم مش حلم، لا ده كابوس كابوس كابوس. يا ساتر يا ربي، في ايه يا عادل في ايه؟ لا بس انا مش هسكت انا مش هسكت، انا لازم اتصرف. اتصرف؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت رايح فين يا بيبي؟ لازم اروح البازار دلوقتي حالا. دلوقتي هتروح تعمل ايه في البازار؟ في حاجه مهمه جدا لازم اعملها. يا عادل حرام عليك، الصباح رباح، احنا دلوقتي الفجر. الفجر ماشي، يبقى الصباح رباح، بس لما اروح الصبح ان شاء الله لازم اروح اخلص. ماشي يا رمزي ماشي يا رمزي. مش كل شويه امسح لك مراخيرك بقى. يا دول خير، ايه اللي جابك بدري كده؟ انا ولا اجي وقت ما انا عايز. انت مالك؟ يلا انت مالك، اخش بيتي واخش بازاري وقت ما انا عايز. طبعا يا دول ده بيتك ومطرحك يا دول. ايوه بيتي، وبيتي بقى هو نفسه بيتي، يعني انت مالكش دعوه خالص. يلا ماشي يا دول. بمناسبه البيت يا دول، البيت ياسمين عامله ايه يا دول؟ دي بالذات مالكش دعوه بيها، اوعى تفكر تسال عنها. انا بقول لك اهو. ليه الدوله بقى ليه؟ بس يلا خد ده شيله من هنا. اقعد براحتي، بازاري بازاري، انا اللي جايبه بفلوسي، بحر مالي، اقعد زي ما انا عايز. ماشي يا دول اقعد براحتك يا دول. هلا قول لي يا ده رمزي. نعم. انت لسه معاك الجواب اللي انت كنت عايز تبعته للمسابقه؟ يا دول اهو يا دول. ايه هتحلولي يا دول؟ هتحلولي ليه كده دول بقى؟ مستقبلي يا عم، مستقبلي مستقبلي. مستقبلك ده ما تفكرش فيه، المهم مستقبلي انا، المهم انك انت تشوف شغلك في البازار، نلتفت لشغلنا بقى، واحنا هنفضل للمسابقات وحسك عينك. اسمع ان انت بعت للمسابقه ولا الفوازير ولا نيلي ولا شريان ولا حد من الناس دي، سامع ولا لا؟ حاضر يا دول بقى، حاضر بقى لتشوف بقى. خد تعال خد تعال. نعم يا دول. بتبرطم بتقول ايه؟ ما ببرطمش يا دول. بتبرطم بتقول ايه؟ انا مش هشوف شغلك بقى. بس روح شوف شغلك اجري. ايوه كده كده استريحت. معتيش مصاريف المدرسة ما تجيش بكرة. خلاص روحي بعد بكرة. وكمان عايزين تبرعات للفقراء. عايزين تبرعات مننا يدوها للفقراء ولا هيلموا تبرعات يدوها لنا احنا؟ هو انا ليه كل ما اقولك على حاجة تقولي لا بقى؟ انا بقولك لا على كل حاجة يا مفترية. ليه مش امبارح قلتيلي يا بابا انا عايز اخش انام قلتلك خش نامي؟ ليه يا رب ما خلتش بابا غني؟
غزل، ده كعب الغزل لسه ما اتدفعش، وده كعب كهرباء ولسه ما اتدفعش، وده كعب الجزمه اتكسر ولسه ما اتصلحش. يا عادل انا مش بعرج. يا عادل ايوه يا حبيبتي، واضح ان انت ماشيه بتعرجي وانت بتضحكي على ماما. بصي يا حبيبتي اكسري الكعب الثاني هتمشي مظبوط على طول. يا ربي يا ربي، ليه ما خليتش جوزي راجل غني؟ ليه بس كده؟ عادل الحق يا عادل. ايه يا ماما؟ موتور مكنه الخياطه فوت وعايزينك تغيره. طب يا ماما ليه اغيره يعني؟ ما نعمل للموتور ده نص عمره مثلا. يا ابني خامس مره عملنا نص عمره الموتور، وكل نص عمره يشتغل وبعدين يبطل. طب ونعمل ايه يا ماما؟ ما انا معيش فلوس ان انا اجيب لك موتور جديد يا ماما. يعني هبك تمشي ببنطلونك مفتوق من ورا والناس تضحك عليك؟ يا ماما انا متهالي احسن امشي بالبنطلون مفتوق من ورا بدل ما تخيطهولي والناس يضحكوا عليا اكتر يعني. يا رب ليه ما خليتش ابني غني؟ يا رب يا رب. عادل عادل. ايوه يا حماتي تحت امرك. عادل من فضلك انا عاوزاك تدفع الفلوس بتاعه البطاطينات اللي انا جبتها بالتقسيط، وبهدفعهم لك من المعاش. من المعاش يا حماتي؟ ما انا لغايه دلوقتي بدفع لك القسط بتاع اوضه النوم اللي انت قلتي هتدفعيه من المعاش، وبدفع لك القسط بتاع السشوار اللي بتضربي بيه دماغك انت وبنتك وقلتي هتدفعيه من المعاش، وقسط التريننج اللي انت لابساه ده وقلتي برضه هتدفعيه من المعاش. يا سلام، ودول اهم البطاطينات؟ يعني انت بترفض؟ انا لا املك حق الرفض، زائد ان لا املك مليم عشان ادفع لك صراحه يعني. ليه يا رب؟ ليه يا رب ما خلقتش جوز بنتي غني؟ ابي عادل. ابي عادل. ايوه. عايزه ايه يا نجلاء؟ عاوز احول من جامعه الحكومه لجامعه خاصه. ليه؟ جامعه الحكومه دي بفلوس ولا ببلاش؟ ببلاش. طيب والجامعه الخاصه دي بفلوس ولا ببلاش؟ بفلوس. يعني هي زياده مصاريف، ما عندك واحده ببلاش، ايه اللي يوديك من ام فلوس؟ وبعدين انت كده كده يا ماما بفلوس ببلاش هتتخرجي وتتجوزي تقعدي في بيتك. ليه يا ربي ما خليتش جوز اختي غني؟ عايزه ايه يا سناء؟ بصي مفيش فلوس، وحتى لو في فلوس فبرضه مفيش فلوس. فلوس ايه يا ابو فلوس؟ انا عايزه فلوس اللي عليك اللي انت سالفها يا نصاب. فلوس اللي افتح الباب افتح الباب يا ياسمين. دول يا حبيبي. عمو راوز. ازيك يا عمو راوز؟ ازيك يا ياسمين يا كلبوزه يا حبيب قلب كلبوزه. اوعى بقى خدي ورم منك. دول حبيبي بقول لك ايه يا دول؟ دلوقتي شركة النظافة عم عايزة 50 جنيه حق تنظيف البازار، وانا ما عايش فلوس دول. وانا هجيب لكم فلوس منين؟ 50 جنيه عشان نظافة؟ نظافة ب 50 جنيه؟ ليه يا ربي ما خليتش دول غني؟ يا سلام. وبعدين اساسا شركة النظافة دي لو جت نظفت البازار مش انت تبقى قاعد فيه؟ ما هيفضل مطين برضو، هيفضل وسخ. انا ما عايش فلوس، هجيب لكم فلوس منين؟ هجيب لكم فلوس منين؟ اجيب فلوس منين؟ فلوس فلوس فلوس، اجيب منين؟ اجيب منين؟ ما انا لو كنت غني ما كانش بقى فيه مشكله. ليه يا رب ما خلقتنيش غني؟ استغفر الله العظيم. كانت اي واحده تطلب اي حاجه كنت هديها. غني غني غني. مليون جنيه بس؟ لا 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 يا ابني يا حبيبي، انت اما تعوز تتكلم معايا وارد عليك ما يكونش معاك اقل من 50 مليون جنيه. ها يلا اقفل 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 اقفل. الشحاتين مالوا البلد. بابي. ايه ياسمين يا حبيبتي؟ ايه مالك زعلانه ليه؟ انا شتمت ميس اليزابيث النهارده، قامت قالت لي كده عيب. قالت لك كده عيب؟ ده انا هربيها من بكره ما تروحيش المدرسه دي. انا هفتح لك سلسله مدارس باسم ياسمين، واجيب ميس اليزابيث دي اشغلها في الحمامات وازنبها طول اليوم. انا بحبك قوي يا بابي. الحمد لله يا رب ان خلقت بابي غني. الحمد لله. خدي يا ياسمين، خدي يا حبيبتي شويه الفلوس دول، روحي هاتي بيهم ملبس، هاتي بيهم حاجه ساقعه، اي حاجه اي حاجه. عزيز حبيبي
أيوة حبيبتي. فندق البهاما بهاما. البهاما بهاما أنا مش فاكره خالص. اللي في أستراليا يا بيبي. أيوة صح افتكرته، اللي بعد البحر على يمين نيوزيلندا كده وانت داخلة. صح مزبوط، بعتولي تشاك بتاع الويك إند اللي فات. وريني كده. ايه ده معقولة؟ 2 مليون دولار بس يعني اسبوع بس اللي انت قعدتيه؟ معقولة؟ لا 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 لا، انا بعت لهم 2 مليون دولار ونص، النص ده زي تبس مثلا. بيبي would you mind ان انا اقضي فيه الاسبوع اللي جاي مع صحباتي اعزمهم هناك؟ ايه ده معقولة للدرجة دي؟ انت بتحبي الفندق ده؟ بصي بيبي، هو على الرغم من ان هو فندق فقير بس انا بحس فيه بالرفاية اللي احنا مفتقدينها. لا مدام بتحسي فيه بالرفاية خلاص انا اشتري لك الفندق كله، بدل الفندق اللي احنا شاريينه هناك ده في جزر الكاريبي. صراحة الرملة بتاع الجزر الكاريبي بقت ناعمة خالص، بقت زحلق الواحد وهو ماشي. لا لا يولع الكاريبي يولع خلاص. Thank you God. Thank you God. الحمد لله ان انت خلقت جوزي راجل غني. الحمد لله. عادل عادل عادل. ايه يا ماما؟ مش انا قبضت الجمعية اللي عملتها مع ام ميرفت ب 2 مليون يورو؟ ايه ده معقولة يا ماما؟ معقولة يا ماما؟ ام ميرفت دي مش من مستواكي، دي بتلعب في الملايين بس. معلش يا حبيبي، الجمعيات برضو بتفك ازمة ناس. والله فيكي الخير يا ماما. بقولك ايه يا عادل، عندي جوه 2 مليون جنيه فكة، عايزك توزعهم على الغلابة. ماما معقولة انا امشي بالملاليم دي؟ انت عايزة تخلي شكلي وحش؟ اديهم ياسمين تخرج بيهم، تتفسح بيهم، تلعب بيهم في مناخيرها، في اي حاجة. احمدك يا رب ان ابني طلع غني. الحمد لله. امبوسيبل امبوسيبل، زهقت شعقول الملل اللي انا عايشه فيه. يا ربي، واحده ماسكه الايد دي والتانيه ماسكه الايد دي، طب مين هيمسك رجلاتي؟ مش عارفه. حماتي انا شايف صراحه يعني ان انت مدلعاهم قوي. انا قلت لك نجيب 6 من تايلاند، قلتي لي الدليفري هياخد وقت، انا هكتفي بدول، انت اللي قلتي. كيسكو جوفي يا عادل، كيسكو جوفي، يعني انا بخليهم حرام ياكلوا كرواسون؟ ياكلوا كرواسون زي ياكلوا عيش يعني. طيب ما يجراش حاجه، انا السته اللي قلت لك عليهم دول هييجوا برضو في طياره بعد بكره بالليل. ميسي يا عادل، الحمد لله يا رب انك خلقت جوز بنتي غني. الحمد لله. عادل يا عادل يا عادل. عايزه ايه يا سناء؟ انا سبت لك مصروفي 50 مليون جنيه تحت سريرك، عاملك زياده عن كده. ايه انا تقول لي في وشي 50؟ وفر فلوسك يا حبيبي، انا اغنى منك اصلا. احترمي نفسك، انا اخوك الكبير يا سناء. يا اخي روح كده وانت عامل زي شوال الترشي. شوال الترشي؟ يا كلبة يا كلبة. جرى ايه يا ولاد؟ احنا كل شوية هنكنس. ابي عادل ابي عادل. ايوه يا نجلاء، عايزة ايه يا حبيبتي؟ في عندك مشاكل في الجامعة؟ لا خلاص، انا سبت الجامعة دي اصلها مش من مستوايا، وبعدين انا قدمت في جامعة في امريكا وهسافر الاسبوع اللي جاي. وايه اللي يسفرك لامريكا؟ ما نجيب لك امريكا لحد هنا يعني، الناس اللي هناك صحاب. احمدك يا رب انك خلقت جوز اختي غني. الحمد لله الحمد لله. يا جماعة احنا خلاص الشقة اللي شافت ايام الفقر دي قررنا نسيبها خلاص، وهنروح كلنا ننقل للقصر الجديد اللي انا بنيته في وسط البحر. انو عادل حبيبي كده الجدران هتنشأ. ما تخافيش يا رانيا يا حبيبتي، انا عامل حسابي وجبت مقاول صاحبي يعني شاطر قوي من اسكندريه، فيقدر يبنيها بسهوله يعني. بليز كان يو جو اند اوبن ذا دور. دولا حبيبي دولا يا حبيب قلبي. يلا يا رمزي المناظر اللي انت جاي بيها دي. يا دولا بقى دول على قد فلوسي يا عم، احنا مش قدك يا دولا. طيب رمزي جهزت عشاء العمل اللي مفروض اروح احضره دلوقتي؟ يا دولا السناصره والخبراء كلهم مستنين حضرتك، يعني بقالهم من اول امبارح في الكازينو. من اول امبارح؟ لا كفايه عليهم كده، نروح لهم بقى. الحمد لله يا رب انك خلقت دولا حبيبي غني. يلا بينا. حد عايز ملايين؟ عايز اي ارقام ولا حاجه؟ اوكي اوكي. كمان بيبي كمان. بليز اوبن ذا ويندوز. ها قول لي بقى يا ريس عجبي، عملت ايه في الطلبات اللي انا طلبتها منك؟ طلباتك غاليه قوي عندي يا عادل بيه، كونك انك عايز تشتري عجايب الدنيا السبعه لوكش على بعضها كده. انما انا اللي يهمني ان انا اخد عرقي.
لا طبعا كل اللي انت عايزه هديهولك، بس اهم حاجه انا مش عايز العجائب كلها. يعني مثلا عندك الهرم، الهرم ده في ناس كتير جدا بتسترزق من وراه، فمش معقوله يعني اخده منهم. اه يا دولا، وبعدين انا شاري هناك يعني اسطبل حمير وشويه خواجات كده هون، يعني منطورهم من هناك علشان المنظره. انا لفيت الدنيا بحالها من مشرقها لمغربها علشان اجيب لك الاسعار دي. سمعني يا سيدي. برج ايفل خلصت فيه باتنين مليار يورو. 2 مليار يورو مبلغ مش ضخم ولا حاجة. أوكي أنا موافق موافق. برج فيزا المائل ب2 مليار يورو. لا 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 كتير قوي، ده كفاية قوي إنه هو مائل، لسه هنصرف عليه على ما نعدله، يعني لازم يراعوا الحكاية دي شوية يعني. آه يا دولا، وممكن يطقطق مع الخراط وهو بيستعدله. أنا هبعت لهم مسج بطلباتكم دي. بالنسبة بقى لسور الصين العظيم. أولا مفيش حاجة اسمها عظيم، العظمة لله، إيه سور الصين العظيم ده؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا بقول لك إن الناس دي أمينة جدا وطيبين قوي قوي، قالوا إن لو عايز تاخد السور بشكله كده هتدفع يا سيدي 3 مليار، لو هم بقى هيصلحوا فيه هتدفع 3.5 مليار. لا 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 لا، ويصلحوا ليه؟ لا 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 عادي جدا، انا هاخده زي ما هو، لان انا كده كده كنت عايز اهده، لان في ناس محبوسين ورا السور من اول ما بانوا السور ده مش عارفين يروحوا شغلهم. عاش دولا رجل الخير. خليك في حالك. اما بالنسبه لحدائق بابل وعليها وفوقيها كده تاج محل بحاله، الاثنين على بعض ب5 مليار يورو. حدائق بابل المعلقة دي بقى يعني هنزلها من تعليقتها، هنزلها. مش معنى هي تبقى متعلقة وحدايا القبة ماشية في الأرض يعني. صح يا دولا، وبعدين ونبي يا دولا، يعني تاج محل ده ونبقى ادهوني علشان ألبسه بدل الباروكة دي خليها. لا لا لا، تاج محل ده أنا وعدت رانيا هديهولها هدية إن شاء الله، لسبب بسيط جدا يعني، إنها وقفت معايا أيام ما كنت غني بسيط، يعني مش غني غنى فاحش زي كده. هو بصراحة فاضل عجيبة واحدة بس ما خلصتش فيها، لأني مش واثق إن كانت عجيبة بجد ولا مش بجد. إيه هي العجيبة اللي مش عجيبة العجيبة دي؟ بركان فيزوف. بركان؟ لا 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 لا، مش عايز براكين، لأن إحنا ممكن نتلسع وإحنا بننقله. لا ايه دولا، ممكن ننقله يا عم، نمسكه بقماشه كده او بجرنان، او بص ممكن نسيبه ساعه ساعتين كده يبرد وبعدين نبقى ننقله. لا انا مش عايز، كفايه عندي عجائب، العجائب اللي عندي دي هتخليني اشهر صاحب بازار بيجمع كم عجائب اثريه موجوده على مستوى العالم. في معايا بقى حاجات كده خفافي، انا بقول انها يعني ما تجيش في التجاره بتاعتك دي وما تكونش انت عايزها يعني. لا 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 سمعني، ما اجراش حاجه، انا احب اتاجر في كل حاجه، كل حاجه بتاجر فيها، كل حاجه. ايوه شوف يا سيدي، نادي برشلونه بلاعبته بالمدربين بكل حاجه فيه، واس ميلان وريال مدريد، الواحد بمليار بس. مليار؟ بص حضرتك، انا ممكن اخد برشلونه، في الواد اللي هو بيلعب اللي اسمه رونالدينهو. الواد ده كويس قوي، وبعدين يمكن اخلف عيل اخليه يلعب هناك في النادي معاهم يعني ولا حاجه. يا دولا، وندخل بقى ببرشلونه ده وندوره الرمضانيه كده. يا خلي طموحك اعلى من كده، احنا بقينا اغنيه مش في الغنى اللي احنا فيه. يلا لا، احنا نادي برشلونه ده هنجيبه، نخلي الاهلي يلعبه ونخليه يتغلب، ما انا هبقى صاحب النادي يلا عشان نعوض الخساره اللي خسرناها منه قبل كده. ايوه يا دولا صح. اوكي هات لي برشلونه، هات لي برشلونه. عايز حاجه تاني ياض؟ ربنا يخليك يا دولا يا رب. شكرين قوي يا عم عجل. يلا هنروح على البازار بقى. سلام عليكم. مع السلامه يا دولا. عاش دولا رجل الخير. شوكولاته شوكولاته ايه على الصبح كده سكر؟ ها كنت بتقولوا ايه؟ ابدا يا كبير، البضاعة كلها عندك وانت اللي ماسك السوق كله. انتوا مجرد شوية حشرات، جراد، ناموس، حموش، افعصكوا برجلي افعصكوا برجلي افعصكوا برجلي. دولا والنبي يعني ابقى سيب لي جرادتين كده هون يا دولا باشا عشان افعصهم انا كمان برجلي علشان اجرب الجزمة الجديدة دي. هسيب لك الجرادة تيتي الصغير اللي هناك ده. ارحمنا يا كبير. وانت ما رحمتنيش ليه؟ وانا في رحلة الثراء الفاحش اللي انا فيها دي. اضرب ماما ان الطيب احسن. طيب احسن الكلام ده لما كنت فقير، دلوقتي بقى وانا غني يا مفيش الطيب احسن. سمعت انك هتشتري ترعة المرضية وشارع البازارات كله. امال انت فاكر ايه؟ بس الكلام ده قديم ايام زمان، انا دلوقتي توسعت فوق ما عقلكوا يتخيل او يتصور.
طب حتى اديني تمثالين اقف بيهم على الناس يا ولا غلط؟ ولا هديك ربع تمثال، لكن رأفة بيك ممكن اشغلك صبي عند الصبي بتاعي الصبي رمزي. لا يا دولة، لا مش عايزه، وبعدين انا معتمد على الواد حتة وفتله اعتماد جزئي يا دولة. حتى انت يا رمزي؟ ده انا عندي تشيلدرن. عندك تشيلدرن؟ طب ما احنا كلنا عندنا تشيلدرن عادي جدا. انا مش فضيلك، مش فضيلك. كمان 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 كمان. يلا بينا يا رمزي نروح نقابل السفير الامريكاني. اه يا دولة والنبي، علشان عايزه يعلمني حبة فرنساوي. يلا بينا. يا جماعة يا جماعة اجهزوا بقى يا اخوانا عشان هنسيب البيت ده اخيرا ونطلع على القصر الجديد بتاعي اللي انا بنيته في وسط المحيط. ايوه يا جماعه يلا بقى قوموا جهزوا الشنط عقبال ما انا اسخن الطياره بره. لا 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 لا، شنط ايه وانت بتفكر من دماغك ليه؟ احنا هنجيب كل حاجه جديده، ما تاخدوش اي حاجه من هنا. امال الفلوس الكتيره اللي عندي دي هوديها فين؟ سوري بيبي سوري، انا مش هقدر اجي معاك. سوري معلش، هبقى احصلك. مش هتقدري تيجي معايا ليه يا راني؟ علشان انا رايحه مركز التجاره العالمي اعمل شوبينج لمده سنه ونص. معقوله سنه ونص تعملي شوبينج؟ معقوله الكلام ده يا حماتي؟ والله يا عادل اتس فري كونتري، كل واحد يبقى حر في حياته. ايوه بس يعني انت هتيجي معانا وهي مش هتيجي؟ ايوه يا جماعه، وبعدين هناك في شباب كتير والمعاكسات على ودنه يا جماعه. الا وهو هي ممكن تعملي تحصلات على بورا بورا. بورا بورا؟ ايه القرف ده؟ وانت ايه اللي يوديك البلاد اللي عامله كده يعني؟ سربرايز سربرايز يا عادل، ما اصل انا هتجوز وهقضي بقى شهر العسلين بتوعي مع حمديون في بورا بورا. حمديون؟ مين حمديون ده؟ ازيك يا مجاجيدو؟ انا حجزت تذكرتين السفر. اوه حبيبي. مين الواد ده؟ مين الواد ده؟ ده قد ابني عادل. الحب اعمى خالص وبيعمل معجزات. اتقص. اهلا اهلا يا اياد، تعالى تعالى اتفضل منور، تعالى اقعد هنا جنبي. الله، مين اياد ده الاخر؟ اوه اياد ملك جمال لبنان. يا نهار ابيض، ده دفع له مليون دولار عشان يرضى بس يتجوزني، وهنعيش في جبال الارز. جبال الارز؟ يعني مش تيجي معانا؟ لا طبعا مش هاجي معاك، ده دفع مليون دولار. ماما عاجبك اللي بتقوله سناء ده؟ يا حبيبي الجواز مش عيب. ازيك يا نعومه يا حبيبي. مندوب حبيبي. مندوب؟ مندوب ايه؟ مندوب انت يا يالا، ايه الواد الصايع ده؟ يا دوله ما تتسرعش يا دوله، يمكن ابنها. يمكن ابنها، حتى الفلوس الكتيره اللي جات لك وما زلت غبي برضو يا غبي. ده مندوب خطيبي، انا بس هشوف اخلاقه ايه وبعدين افكر اتجوزه. حتى انت يا ماما، امال سبته ايه بقى لنجلاء؟ شرفيه يا استاذ عادل، معاك المنفلوطي رجل اعمال المشهور. وخطيبي؟ خطيبك؟ خطيبك ايه؟ ده قد ابوكي. انا افضل زواج الاغنياء عن الاغبياء، انا مش هعلط غلطة سناء ومامي وطنط انعام واتجوز واحد صغير يكون طمعان في فلوسي. لا نصحة. واحب اقولك انا اغلى منك بكتير. انا مش عايز فلوس، انا عايز اهلي. دولة معلش، انا كمان بعتك يعني ورحت اتجوزت فتاة استعراض من الشور الروسي وخدتها بقى، وهنروح الزقازيق علشان نشتري بقرة وشجرة موز وهنعيش يا سيحة. خد بقرتك وغور في وشك. يلا يا ماندو يا حبيبي. يلا يا حمديون يا شيري، تشاو تشاو. يلا يا اياد، بقول لك ايه، عايزين نلحق قبل جبال الارز ما تسيح. يلا يا منفلوتي. يلا يا ياسمين. يلا يا مامي. يلا. يلا يلا ده ايه ده؟ ايه ده؟ كم ويز هيم جيرلز، كم 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 عند ويز هير. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ لا انا مش عايز فلوس، انا مش عايز ابقى غني، انا عايز اهلي، انا عايز ارجع فقير، انا مش عايز ابقى غني، مش عايز ابقى غني. عايز ابقى فقير فقير، عايز ابقى فقير فقير، عايز ابقى غني، مش عايز ابقى غني. يا ماما. في ايه يا عادل؟ مالك في ايه؟ يا بقول لك ايه يا رانيا، مفيش سفر تعملي شوبينج من بتاع مركز التجاره العالمي ده، مفيش سفر. اوكي اوكي عادل، مش مهمه خالص، انا هنعمله من المهندسين يا حبيبي. يا امال فين ماما وفين سناء ونجلاء ومامتك فين وياسمين؟ في ايه يا عادل؟ قاعدين بره في الصاله.
هادي الصلاة لوحدهم ولا معاهم حمادة وما لوحدهم؟ ماما عادل، أنا مش حسيبك لما تدفع الفلوس اللي عليك، يعني تدفع الفلوس اللي عليك. فلوس؟ اه ادفع الفلوس. عادل أنا جهزت لك موتور المكنة عشان تعمله نص عمرة، ودي 5 جنيه مساهمة مني، واوعى تدي الواد ماندو. ماندو؟ هو في حد اسمه ماندو؟ ماندو الواد الميكانيكي البايظ ده، ما ينفعش، ده زبالة، ادي لعمك كشك. وأنا يا عادل الراجل بتاع البطاطينيات قال إنه هيأجل قسط الشهر للشهر الجاي. وحتى لو ما أجلوش مفيش مشكلة يا حماتي، وأقول لك حاجة، ممكن تاخدي البطانية بتاعتي كمان، أنا مش محتاجها. بابا انا عايز اخرج معاك بكره عشان المدرسه قالت لي ما تجيش عشان ما دفعناش المصاريف. لا يا حبيبتي هخرج معاكي اوديك المدرسه وهطلب من المديره انها تستنى على المصاريف لغايه اجازه نص السنه. ماشي. روحي افتح الباب. دولا حبيبي. عم رمزي. ياسمين يا حبيبي. كلبوزه كلبوزه. انا بحب قوي لما تعملي كده. بقول لك يا دولا، دلوقتي عم بتوع شركة النظافة قاعدين لنا في البازار ومش عايزين يمشوا إلا لما ندفع لهم 50 جنيه بتوعهم، وقالوا لي كمان هنرجع الفرن لو ما دفعناش. ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة. بص شوف أي تمثالين ثلاثة اديهم لهم، واخد بالك، وكأننا بعناهم، اتصرف. آه يا دولا والله فكرة حلوة، أعد لهم التماثيل المكسرة كمان، أنا ماشي يا دولا. استنى 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 رمزي تعالى. اتخش اتخش أنا هضربك يالا. معقولة؟ ده أنت ابن عمي ياد وأنا بحبك يالا. صحيح يا رمزي، أنت كان ممكن تجيب بقرة وتجيب شجرة موز وتعيش عليهم في بلدكم؟ لا يا دولا خالص. طب واسيبك يعني اسيبك لمين يا ابني؟ انت هتحتاس لو انا مشيت يا ابني وهتحتاس. يلا ادعى البازار يا دولا. يلا ادعى البازار يا يا سلام. يا عادل يا حبيبي، اسعد حاجه ان الواحد يقعد في وسط عيلته. تعالى يا عادل.